النجوم والناس. هاي الامتياز، يا سلام سليماني، استسلام سليماني وفرحة انتصار المنتخب الوطني لضرب هذه الكرة الهدف الخامس لسليماني في مرمى تنزانيا. اسلام سليماني رقم 13 ملاطة رغم الدفاع وفي وضعية صعبة حمل الكرة كما ينبغي. 19 هاي الكرة بينية في العمق ممتازة بباطن القدم يضع الكرة والأهداف المباراة زاوية صعبة بباطن القدم ليست في المتناول من الصراع في هذه الكرة صراع والناس خطير ثنائية هنا ممتازة فرحة وتبادل الكرة وتبادل الفرحة بين عناصر المنتخب الجزائري من الكبير الهدف الثاني من والناس للمنتخب الجزائري مناطا يعلن عن الهدف الثاني. شاهدوا كيف حدثت العملية واللقطة لا وجود لأي شيء والناس ممكن أن تكون في المرة القادمة هناك لا لم يكن في وضعية تسلل لم يكن في وضعية تسلل آدم والناس هو انطلق كما ينبغي أن يكون بعد ذلك تمويه ممتاز ووضع الكرة بطريقة يوصلها لسليماني من هناك الكرة لي والناس يا معطى ثالث أهداف المنتخب الجزائري في هذه المباراة الثالثة للمجموعة الثالثة من سهلة في إشارة إلى الهدف الثالث بيمنح في مرمى الحارس من آدم والناس هو انطلق كما ينبغي أن يكون بعد ذلك تمويه ممتاز ووضع الكرة بطريقة والإنجاز الآن